صراحه قرار ديال الى عقوبه الاعدام من طرف المحامي ديال المتهم هذا من حقه، هذا من حقه، ولكن الغائها في هذه التهم هادو عامه والمطالب بالالغاء ديالها حنا راه متفقينش عليها، وطبعا اكيد حنا ما يمكنش نقبلوها، وحنا نتشبت بالحكم الابتدائي هو به كنتشبتوا، وننتظروا دابا المحكمه الدرجه الثانيه ننتظروا القرار ديالها ان شاء الله، وديك الوقت نبداو بالراي ديالنا. المتهم طبيعي راه من النهار الاول هو كل مره بسيناريوهات جديدين كيقريه شي واحد ولا ما عرفتش شنو، المهم